ابتسامة؟ اي نعم تفضل. الموضوع الابتسامة الحمد لله يديكم الله ويصلح بالك يرحمك الله. يديكم انا من دائما وابدا نركز على الموضوع، كتبت في هذا الموضوع عدة مقالات وتحدثت عدة مرات عن هذا الموضوع، والبارح بالتحديد بعد المغرب بسبب المسجد التقيت بزميل كنت أعمل أنا وإياه في مدرسة جابر بن عبد الله عام 1402، وكان في ذلك الوقت الله يوفقه ويسهل أمره يعني الابتسامة عنده صعبة شوي، والبارح بره التقينا يعني يفترض أنه وكان شوي يعني ما فيه هكا المرونة في السلام وكذا. قلت له يا أخي أنت إلى متى تبي تبتسم؟ خلاص الإنسان يتغير. صحيح. يعني قالوا شو؟ قلت له ما كنت أقول لك من زمان لا سلمت على الواحد فلها شوي علشان يسمع ما تقول ويرتاح لك وكذا وكذا، لأن الابتسامة يعني لها فوائد عديدة. فجيت على لما أكتب في البيت وكتبت هذه المقالة العاجلة يعني، وأنا كذا فقلت أقول الابتسامة هي جواز سفر مجاني للقلوب. يا سلام. نعم. وهي البلسم الشافي لكل النفوس المتعبة. أنت تلاقي الواحد مزاجه متعكر وكذا وكذا وتسلم عليه وتتبسم في وجهه وكذا يعني يرتاح، ووسيلة التواصل الأسمى على مستوى الأفراد والمجتمعات. ولذلك انت كما في البرنامج الاول في برنامج الكاريزما يقولون فلان عنده كاريزما. الكاريزما انواع طبعا. هي الكلمه يونانيه ليست عربيه، ولكن اللغه العربيه تقبل الكلمات الغريبه، كما ان هناك كلمات من اللغه العربيه الان منتشره في البلاد الاخرى. يعني مثلا لو جيت للغه الارديه 40 منها من تقريبا، واللغة الفارسية والتركية واليونانية وحتى الإنجليزية أيضا. هذه بس معلومات. نعم. والابتسامة الصادقة هي المفتاح الأساسي للوصول إلى كل القلوب المغلقة. إن أفضل سلاح يمكن أن يواجه به الناس كل يوم هو الابتسامة، حتى لما لها من الفوائد اللي قلتها. وللابتسامة فوائد عديدة، منها أنها تحافظ على صحة الفرد في الجانب النفسي والجانب العصبي والبدني، لها فوائد الناس. ولذلك الدين الإسلامي ما أوصانا بشيء إلا له فوائد وله مصلحة وكذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة. ولا تحقرن، الحديث الثاني، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. لا يعني نعم. ثانيا تساعد على تنشيط الدورة الدموية. كيف تساعد على تنشيط الدورة الدموية؟ الابتسامة حينما يبتسم الإنسان تتحرك جميع أجزاء جسمه، ليس الشفتين اللي تشوف، لا، من خلال الدماغ والمخ واليدين كذا، كل شيء يتحرك في جسم الإنسان فتتحرك الدورة الدموية. تعد درعا واقعا من الأمراض النفسية والاجتماعية. الإنسان المبتسم تلقاه دائما مزاجه حلو، ومزاجه وإذا دخل بيته مزاجه تمام، وإذا لقى الناس. ولذلك في بعض الناس الله يهدينا وإياهم يستغرب يقول فلان دائما مبتسم مستانس، دائما مستانس، يتوقع أنه فعلا يعني أنه ما عنده مشاكل. لا، ما مو معقول. مو معقول. صح. أنا أذكر في العمل جاني واحد وراه أسلم وقال لي أبو عبد الله أنت ما شاء الله عليك رغم المراجعين ورغم أشوفك يعني تبسم وتضحك وكذا. قلت تعال أعطيك مشكلة واحدة من مشاكلي إذا حليتها عشان تعرف إن الإنسان يعني ما هو عندي خالي من المشاكل. لكن إذا صار عندي مشاكل أستمر في العبوس وأستمر كذا في التفكير وأستمر في كذا؟ لا، الله سبحانه وتعالى أعطانا عدة طرق لنتجنب الأشياء التي تقلق راحة المسلم. فمن أعطانا الابتسامة وأعطانا البشاشة في وجوه أخوانك المسلمين وأعطاك الأجر والثواب على هذا الشيء. تحسن من أداء أجهزة الجسم كالقلب والمخ. شوف الابتسامة وش علاقتها في القلب والمخ. علاج وقائي من التوتر والقلق.
الإنسان المبتسم يبتعد عن، ما يكون متوتر، تصير قدام الناس وكذا غير متوتر، وتحسين المزاج والتعليل من التوتر. ولذلك يقول الشاعر: بتبسمي أطفأت ألف ضغينة، وزرعت في قليل في قلب أو في ليل العليل ودادا. الله. متجهم العشمات كم لاطفته، لا لأسل مبدأ أضلاعه من أضلاعه الأحقاد. هذه بس وانا عجل والله ترى كتاب، ولكن شوف من الفوائد كيف. نعم اقول كم الله. كم هائل من الفوائد. لا في فوائد عديده بس انا ما حبيت، ما مداني او بحرت، ولكن يكفي موضوع حتى نركز على الموضوع. تبسمك في وجه اخيك صدق. الله اكبر. اللهم صل وسلم. كلها الفوائد واللي حسينا خذ الزبده. الزبده يعني هي لها اثر في وجه اخيك. نعم الان مثلا زي ما قال ايش اسمه ابو فالح يوم انه قال ما قال نايف اللي جاه قويه وفز يبي ذا، ولكن يوم تبسم مر مثل الضوء اللي يوم جيت حطيت على مثل ابره البنج. سبحان الله العظيم. نعم كذلك الناس يرتاحون لك لما ولذا الان يدخل واحد احدهم يسلم على هداهم الله، تجد يسلمه رسمي كذا، لكن لما يبتسم تبدأ السواليف وتبدأ الراحة النفسية وتبدأ حتى إذا بغيت وأنت تبغي من خويك شيء وجيت وسلمت عليه وتبسمت كذا قبل يبي يعطيك إلا أنت تبي. صحيح. وش تبي بس؟ حتى لو هي خطبة، حتى لو هي زواج يبي يزوجك، لكن لو جيت وأنت متجهم كذا بيقول إيش. لذلك إضافة على كلام الدكتور الله يعطيه العافية. والسلام عليكم. عليكم السلام. السوالف تأخذ بعضها. إيه.